مساكم الله بالخير يا جماعة. أنا وياكم أخوكم عمر القصاص. ركبت هالكاميرات بسيارتي وطالع بجولة مثل ما يقولون تفقدية توعوية. اليوم دورنا كإعلام إن نكون أصحاب رسالة، فقاعد نشتغل على هذا الموضوع. ومن أول التقارير هذه اللي قاعد نسجلها الحين وانتو ويانا بكل ثانية موجودة داخل السيارة، التقارير هذه راح تندرج تحت اسم حارة أمان. حارة أمان معناتها مختصة بالتوعية المرورية داخل شوارع، نقدر نقول فراح تمشى بكم منطقة بشوارع الكويت ونشوف إذا في فعلا تجاوزات مرورية، هل المجتمع بحاجة إلى توعية في مخالفات معينة، وندردش وياكم فيها. خلكم ويانا. عطاري يا جماعة، يمكن يعني أكيد بعد هالتقرير راح يوصلني أنا كلام ولا أي أحد يدعم هذا النوع من أنواع الفيديوهات يقول يا جماعة إحنا مو بالمدينة الفاضلة، وأنت عمر نفسك يمكن نشوفك بيوم الأيام مخالف للقانون أو تغلط بمخالفة مرورية. طبيعي أنا بشر وإنسان، فاللي يشوفني بيوم الأيام مسوي أي مخالفة مرورية بالعكس خلي ينبهني ويقول لي، لأن اليوم كل مواطن خفير لازم فعلا هذا الشعور يكون موجود فينا، وإذا شفنا غلط نقول هذا غلط، هذا بلدنا ما تبي. برافو اوكي سوى يعني هو طق اشاره ولف، بس انه نفس اللي تو تكلمت عنه اللي يقول لك ترى غصبا عليك بلف، كان يعطيها يمين ما رد على اللي وراه. تعالوا خلني اوريكم نوع من انواع المخالفات. شوفه وهو يتجاوز، شوفه حاره. ها طبعا انا طقيت الهرن للتنبيه، الهرن يا جماعه مو سبه. اوف 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 اشكره تجاوز سيكل نعديه، بس هذا ليش تجاوز؟ ليش كان لوحته مبينه، سيكل ثاني يتجاوز ما عندنا مشكله، بس هذا ليش تجاوز؟ طاف كل اللي واقفين بالاشاره بالفوق تحت. هذا برج المتجاوزون تو تكلمت عنه انا، وبعد ماسك تلفونك يعني متجاوز وماسك تلفونه، شل قوه يا ساتر. طيب يسوي نفسه شو ما يبي طالع، يدري راح يسمع له كلمتين. تكفى تعال شوف، شوف المتجاوزون. واضح وضوح الشمس انك مخالف. كلهم يسوون نفس انا ما فيني شيء كذي، اعطيك وضعية لهاي السيدة. انت واقف على الاشارة الحمراء او عند مخرج او تبي تلف فوق حدر، ويك قائد مركبة يتجاوز الدور. تدري عزيزي قائد المركبة ان قانون المرور يعتبرها مخالفة، وهذه المخالفة عدم التقيد بمدلول الخطوط الارضية او تعمد تعطيل واعاقة حركة المرور. واليوم مو بالضروري ان توقفك دوري وتخالفك الإدارة العامة للمرور عن طريق الكاميرات أو الدوريات تخالف. انتبه واتبع تعليمات رجال المرور. يعطيكم العافية جميعا، هذه كانت جولتنا السريعة عشان نطلع لكم هذا التقرير. ما راح نقدر نعرض لكم كل شيء صار بالشارع، لأن نحاول أن نعطيكم تقرير مختصر عن بعض الحالات اللي نشوفها بالشارع من مخالفات مرورية. كنت وياكم أنا عمر القصاص، نلقاكم تقرير يعني إن شاء الله من تقارير حارة أمان اللي قاعد تتابعونا على مارينا فام ومارينا تي في. دير بالكم بالشارع والله يحفظكم.